معنا مدرب جمعية الشباب محمدية لكرة السلة. أولا قطعوا اللقاء اليوم ضد شبان الوداد الرياضي، انتهى اللقاء، بغينا أولا نعرفوا الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفريق الشبان ديال نادي الشباب أسوسياسيون ديال الشباب محمدية كرة السلة، هو فريق فاتي، يلا عنده ثلاث شهور ديال الوجود ديالو. جميع اللعابة هما لعابة اللي هما مبتدئين، ونصف الفريق فريق ديال الفتيان، دونك ماشي دي فري جونيور، اللي ما عندهمش واحد التجربة كبيرة بارابور بالنسبة للوداد. الوداد فريق اللي هو عتيد ومعروف. كنهني بهذه المناسبة المدرب إدريس عاقل على العمل الجبار اللي كيقوم به في نادي الوداد، وكنظن بأنه بالنسبة لنا حنا هذه التجربة الأولى اللي هي كناخذوها مع فريق كبير. هذا ما كيمنعش بأنه الوليدات تاعنا عندهم مازال طريق طويلة باش يستعملوا باش يخدموا في كرة السلة، وكنظن أنه مقابلة كانت في المستوى المطلوب بحكم النتيجة كانت جد كبيرة بالنسبة للوداد. ولكن هذا ما كيمنعش بأنه لا الفريق الوداد ولا الفريق ديال الشباب المحلية خصهم يخدموا بالنسبة للمستوى الكرة السلة المغربية، خصها مازال طلع شي شوية بحكم أنه البطولة ديال الصغار أو البطولة ديال الفئة الصغرى راه مهمشة كبيرة. ما كيف يعقل أننا تلنا شهر 4 عاد غادي نبدا؟ دونك هنا كيبان لي بانه كاين واحد التهميش كبير، وخاصنا نلتفتوا لهذه الفئه الصغرى اللي هنا راه هي لا غولاف ديال كره السله في المغرب. من خلال الدردشه مع الحاج يمكن الرئيس ديال الفريق قال لي بان كاين حتى الفئات الكبرى كالسنيور بانيه البنات حتى انتم عندكم. بالفعل في هذه السنة هذه رأينا على أنه ندخلوا جميع الفئات تشارك في البطولة تاعها، حكم المدينة المدينة المحمدية مدينة فيها بزاف ديال الطاقات، ولكن خاصها حتى هي تشارك، حتى هي تكون عندها حضور. كما عندنا الفئة الصغرى من كتاكيت، وعندنا الصغار، وعندنا الفتيان، وعندنا الشبان، وعندنا حتى الفئات ديال اللي كانت بنات، وعندنا كذلك بنات سينيور، وعندنا ليكيب اللي هو في القسم الميني باسكت، والميني باسكت تاعو عندنا تاو كاين، بحكم حنا حاولنا باش نديماريو كما كنقولوا واحد مدرسه صغيره اللي هي توب تالنس سكول. واش بالمجان ولا؟ نعم بالمجان. تقريبا نقول لك شي حاجه رمزيه قليله بحكم غير كمساعدات، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، حدود اشياء صغيره ما كاينش. مقارنه مع بن سليمان كنشوفوا ان كتوفر على قاعه، وبالقرب منها محمديه ما عندهاش قاعه، وهذه معضله. انا كنشوف بان ماشي غير المحمديه وماشي غير مقارنه مع بن سليمان، الا مشينا غير لعي حروده 17 حتى تمارا فيها قاعه زوينه، عندها قاعه طيت ملين عندها قاعة، بن سليمان عندها قاعة، إلا جينا المحمدية اللي ما عندهاش قاعة، وهذا كيدير لنا عائق كبير باش نطوروا هذه كرة السلة. وماشي غير كرة السلة، كاين كرة الطائرة، كرة اليد، اللي بزاف ديال الفرق كتعاني من هذه المسألة هذه، وخاصة في الأيام اللي كتكون الشتاء، راه ما كتكونش لا تدريب ولا حتى حاجة. دونك هاد الوليدات هادو راه كيلعبوا كيتريني بواحد المجهود جبار، إين فوا كتكون شميسة ولا شي حاجة راه هما كاينين. ملي كيكون الشتاء راه ما كاينش، تقدر تكون واحد دو سومان ما ترينيش، ولهذا عمر المستوى ديال هذه المدينه او بلاد او هذا الشبان غادي يرتفع. ولهذا كنطلب من هذا المنبر ديال تي في وداد انه يوصل هذا الميساج لهاد الناس المسؤولين، يشوفوا هذه المدينه هذه ويحاولوا ما امكن يبنيوا لها قاعه، بحكم ان كاين بعض المدن صغيره وعندهم جوج قاعات، كاين اللي عندها ثلاثه قاعات، ولكن في المحمديه شيء يؤسف له صراحه يعني. شكرا سيدي، تبارك الله عليك.